أنهت القافلة العلاجية التابعة لمديرية الصحة بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية الشبيكة التابعة لمركز كومامبو. وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 928 من المترددين على القافلة وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، حيث استفاد أهالي القرية والقرى المجاورة من خدمات تحاليل الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية. معانا اكتر من 10 تخصصات طبيه، معانا الصيدليه اللي فيها جميع انواع الادويه اكتر من 130 صنف، معانا عياده الخاصه بمعمل التحاليل، معانا معمل تحاليل الدم وكيمياء الدم والطفيليات، معانا الاشعه، معانا برضو التحويلات للمستشفيات اللي هي التابعه لوزاره الصحه ووزاره التعليم العالي زي مستشفى جامعه اسوان اذا احتاجنا التحويل لبعض الحالات اللي هي المتخصصه، معانا معهد اورام اسوان برضو اذا كان في دلالات اورام عندنا. جايين نكشف الوطف القافله الطبيه وهي حاجه بالمجان وفوق الوصف وكشف بلاش وعلاج بلاش وتمام والحمد لله رب العالمين. نشكر الجهات السياديه برضو على الخير اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين. يعني نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه الينا بالقافله الطبيه، مجانا التذكره من غير فلوس والدواء والعلاج برضه من غير فلوس.